السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نبلش سلسلة فيديوهات مخصصة بالاي سي يو سي 3845. السبب هو انه في كتير من الاعطال بالاس ام بي اسات اللي موجودين داخل السولار انفرتر عم بيكون سببها اليو سي، هيدا الاي سي يعني، والدائرة تبعيته يعني الخاصة بتشغيله، البيئة تبعيته يعني، فينا نقول هيك. بالبداية لازم نقول انه هو هذا الاي سي كم اجر في اله؟ في اله 8 اجران، طبعا في منه كذا نوع بس نحن عم نحكي على النوع يلي موجود داخل الانفرترات الطاقة الشمسية. في منه دي اي بي وفي منه اس ام دي، بس نفس الاجران، عدد الاجران ونفس كل اجر عنده نفس المهمه كانه بالاس ام دي او بالدي اي بي. طيب هيدا الاي سي في عنده اول شيء الاجرتين الاساسيات يلي هن الاجر رقم 5 والاجر رقم 7. بالاجر رقم 5 على طول لازم نوصل على الجراوند تبعه للتغذيه تبعه، والاجر رقم 7 هي عادة بتكون البوزيتيف دي سي بوزيتيف للتغذية تبعه. لازم تكون باليو سي 3845 لازم تكون 7.9 وما فوق، طبعا بشكل انه ما يتخطى 30 فولت لانه هذا الماكسيموم تبعه. طيب هلا بمجرد ما انا وصلت الاجرين 5 و7 اعطيته تغذية لهذا اليو سي، يا ترى بيشتغل؟ ببلش يذبذب؟ هو مهمته هيدا انه يعطينا بالسز للموسفت، والموسفت بيحول هول البالسز للفرايت ترانسفورمر لحتى طلع الفولتية اللي بدي اياها، بحسب يعني الهدف من استخدام هالاس ام بي اس داخل الانفرتر. اكيد انا ما شغلت يفوت بقصة الموسفت والفرايت ترانسفورمر، انا مخصص هالحلقات بس لليو سي. طيب كنت سألت سؤال انه اذا انا وصلت تغذية بس على الاجرين 5 و7 لهيدا اليو سي، يا ترى شو بيصير؟ شو بيشتغل فيه لهيدا اليو سي؟ اذا انا ما موصل ولا اي شيء على بقية الاجرين، بس اللي راح استفيد منه بهالحالة هيكون عندي على الاجر رقم 8 5.1 فولت. هو في بقلبه من جوا ريجوليتور، انترنال ريجوليتور 5.1 فولت. بمجرد ما غذي هذا الاي سي بالفولتج المناسب يلي قلنا اكبر من 7.9 فولت، راح يخرج لي من الاجر رقم 8 5.1 فولت. شو بيستفيد منا لهذه الفولتية؟ هيدي كتير مهمة لخدمة بقية الاقسام يلي موجودة جواته لهذا الاي سي. هيدا الرسم يلي موجود هون هو احد اشكال موجودات الداخلية تبعه لهيدا الاي سي. هلأ هون تجدر الاشارة قبل ما نفوت بالتفاصيل، اكيد ولا حدا من المصنعين بس يصنع شي قطعة الكترونية بحط لك الموجودات الداخلية بشكل صحيح، الا ما يكون منقص شي منشان ما حدا تاني يسرق هالمنتج تبعه ويبلش يصنع منه. هلا انا هون على الانترنت لقيت اليو سي 3842 الداخليه تبعه هي ذاتها تقريبا تبعت اليو سي 3845، ما هن نفس العائله. شو الفرق بيناتهم؟ وعلى فكره منيح اللي انتبهت انه اسال هيدا السؤال، شو الفرق مثلا بين 3845 و3843؟ الفرق هو بقصه بشغلتين، الاوسيليتور تبعه الفريكوانسي يعني اللي بيشغل لك البالسس برا باليو سي 3845 على طول بيكون بيساوي نص الفريكوانسي اللي بحسبها بهيدا الفورمولا. بالاجر هون رقم 4 نحن لحتى نمل الدائره لهيدا اليو سي ليبلش يذبذب، نحن بحاجه نوصل على الاجر رقم 4 ريزيستور وكاباسيتور. الار تي هو الريزيستور اللي بيكون على الاجر رقم 4، والسي تي هو بيكون الكاباسيتور كمان على الاجر رقم 4. هلا هذا الكاباسيتور اللي اسمه سي تي
قيمته هو والار تي هن اللي بيحددوا الفريكوانسي تبعه لهيدا المذبذب. يعني بمعنى اخر النبضات يلي بتظهر منه على من الاجر رقم 6 على الموسفت على الجيت تبع الموسفت، انه كم مره بالثانيه مثلا بيقولوا 5 كيلو هرتز 3 كيلو هرتز، يعني بالثانيه مثلا 5000 مره اذا 5 كيلو هرتز. قيمه الار تي والسي تي اذا بحطهم بهذا الفورمولا، طبعا في حال كان الار تي اكبر من 5 كيلو بيعطيني قيمه الفريكوانسي اللي بيشتغل فيها الاوسيليتور اللي موجود داخل هيدي التشيب. هون الملاحظ انه باليو سي 3845 اذا حسبت الفريكوانسي بحسب الار تي والسي تي وطلع معك 5 كيلو، فاذا الاوتبوت راح يكون الفريكوانسي نصهم يعني 2.5، بينما باليو سي 3843 مثل ما هي هالفريكوانسي بتظهر. يعني 5 كيلو حملت الفورمولا وحسبتها طلع 5 كيلو، بكون عم يعطيك بالسز من برا الفريكوانسي تبعهم 5 كيلو. هذا الاول فرق بين 3845 و3843، اذا 3845 على طول نص. الفرق الثاني هو بقصه الديوتي سايكل. انسى افترض انت ثبتت الار تي والسي تي وبلش يشتغل ويطلع لك بالسز لبرا، نحن بنعرف البي دبليو ام على طول في لها ديوتي سايكل. هذه الديوتي سايكل بتكبر وبتصغر بحسب يعني قديش الحمل يلي نحن محملينه على خارج الفرات الترانسفورمر ودائره الفيدباك يلي راجعه ل الايرور امبليفاير يلي بيكون موجود بهذا الاي سي. اليو سي 3845 ماكسيموم بيقدر يفتح ديوتي سايكل لل 50%، بينما الثاني 3843 بيقدر يفتحها 100%. هلا انا هول هن الفرقان يعني الاساسيات اللي موجودين بيناتهم، معش رح فوت اكثر من هيك، خليني مركز على اليو سي اللي انا عم بحكي عنه. طيب فاذا انا بس كون عندي اي سي مش عم بذبذب، رح نحط فيديو تاني انه كيف بتابع الاعطال تبعه وكيف بفحصه اذا شغال او لا وشي هيك. خليني كفي شرح بقية الاجران. هلا هون في عندي خلصنا من الاجر رقم 4، في عندي الاي سنس اللي هون اللي هي البن رقم 3. هيدي شو قصتها؟ نحن على طول اذا بتلاحظوا بس كون في عندي دائرة مثلا اس ام بي اس مثل هيدا اخذته اكزامبل انا تبعه السوفت ستارت، لاحظوا هيدا الموسفت على طول السورس اللي فيه بيكون موصول على الجراوند بس من خلال ريزيستور كتير صغير البعض بسميه فيوز، على طول قيمته بتكون صغيرة مثلا مثل هون 0.16 يمكن تقريبا 0.15 اوم. طيب لاحظوا شو عاملين، اخدين خط من بعد منه لهذا الريزيستور، حاطين ريزيستور تاني 1 كيلو لوين رايح على البن رقم 3، يعني عم يتحسس البن رقم 3 عم يتحسس الفولتية يلي هي بعد هيدا الريزيستور. وهون معلومة، طالما الفولتية أصغر من 1 بضلوا هيدا اليو سي شغال، بس تصير قيمتها 1 أو أكتر مباشرة بيطفي هيدا ببطل يطلع بالسز. هلا بتقلي طب ليش مسمينه اي سانس مع انه هو عم بحس بالفولتية لانه ذكرت 1 فولت انا؟ الجواب هو انه ما هن في ارتباط ما بين الكارنت والفولت، بس الكارنت هون يكبر معناتها الفولتج رح يكبر والعكس صحيح او بالقلب بالعكس. المهم انه بيتأثروا بعض الكارنت والفولتج، وهون هن الشركة المصنعة لليو سي ما شرحت انه بالتفصيل، ممكن يكون موجود على الانترنت بس انا فتشت ما لقيت، ما شرحت بالتفصيل شو كيف يعني العلاقة اللي بتربطهم ببعض حتى يحس بهذا الموضوع. انا بالنسبة لي كمصلح خلاص بحفظ هيدي الرقم انه على 1 فولت او اكتر يوصل على الاجر رقم 3 بيطفي هيدا اليو سي، واذا اقل معناتها هون كل شيء تمام، وال يعني الاجر رقم 3 ما حتكون إلى خصة ب يعني توقف عمله عفوا لهذا اليوسي.
بيبقى عندنا الاجرتين الاخيرتين يلي هن الاجر رقم واحد يلي هي الكومبنسيشن، والاجر رقم اثنين يلي هي الفي فيدباك فولتج فيدباك. اذا بتلاحظوا هون هيدا الكومبنسيشن، لاحظوا لوين جايه، والفي فيدباك ليكو لوين جايه. في عندي هون اوبريشنال امبليفاير بسموه ايرور امبليفاير. هيدا شو شغلته؟ من خلاله بقدر انا اتحكم بقصة انه بطفي البي دبليو ام ولا يعني بطفي البالسز ولا بشغلهم، او بزغر الديوتي سايكل او بكبرها. هون بالنسبة للكومبنسيشن شو المعلومة اللي لازم تحفظها؟ في حال دخلت هوني فولتج على الكومبنسيشن على البن رقم واحد اكبر من 1.4 مباشرة هيدا رح يطفي، يعني حيبطل في عندي بالسز ظاهرين. طالما الفولتية على الكومبنسيشن اصغر من 1.4 ما في مشكلة بانه يضل الخرج شغال. في عنا هون البن الفي فيدباك، اوقات بيعملوا هني شغلة انه بدو يتحكموا بي يعني يدور او يطفي هيدا اليو سي من خلال الاجر رقم 2، مثل ما عاملين هوني بهيدا السوفت ستارت اس بي اس. لاحظوا على الاجر رقم 2 شو عاملين، وبالاجر رقم 1، الاجر رقم 1 مصلينا دغري على كاباسيتور على الارض. الاجر رقم 2 ليكو شو عاملين، اول شيء مظهرين منا ريزيستور لوين رايح على 5.1 اللي هي الفيرف، وراجعين طالعين خط رايح لوين على هيدا الاوبتو كابلر، وهيدا الاوبتو كابلر الطرف تبعه الثاني موصول على الارض. هيدا عاده بيكون بعتقد ال 817 نوعه هيدا الاوبتو كابلر. طيب وهون في هيدا الكاباسيتور. هلا كيف بيتحكموا هون انه دور وطفي انا هيدا اليو سي، وبالتالي يعني دور وطفي هيدا السوفت ستارت كله سوا؟ طالما هون هيدا اللاد مضوية، يعني المايكرو كنترولر عطى اشارة تضوي هيدا اللاد، بيكون وصل لي البن رقم 2 لوين؟ على الارض. يعني الكارنت رح يطلع من 8، من الاجر رقم 8، لانه هو هون مصدر التغذية بهيدا السيركويت، بيجي هيك بيروح بيوصل لهي النقطة. بما انه هادي الاجر دغري موصل على الارض، دغري رح يروح على الارض، ما حيمرق كارنت بهيدا الاتجاه. والبن رقم 1 موصول على الأرض، في حال هلا طفينا هيدا اللد، انفصل هيدي النقطة انفصلت عن الأرض، شو صار؟ صار البن رقم 2 جاي عليها تغذية اللي هي 5.1 فولت. شو حيصير عندي جوات جواته لهيدا اليو سي؟ من هون عم بيقول لي فوت لي 5.1 فولت. هيدا عبارة عن اوب امب كومباريتور. في عندي هون بما انه الانفرتنج انبوت جاي اكبر، لانه هون عندي الدخل تبعه النون انفرتنج انبوت هو مثبت على 2.58، فاذا حيكون الاوتبوت تبعه لهيدا صفر. ليه؟ لانه الانفرتنج انبوت فات عليه فولتج اكبر، فاذا حيوصل لك الخارج على زيرو. بما انه هون الخارج زيرو، فاذا شو اللي راح يصير؟ راح يشتغل هيدا المذبذب الاوسيليتور، والبي دبليو ام لاتش حتشتغل ويطلع لي بالسز. في حال رح ارجع عيد الحالة الاولى لانه ما كفيتها، في حال المايكرو كنترولر ضوى هيدي اللد، وصل لك البن نمبر 2 على الارض، يعني صارت ال 2 هي فيها جاي عليها صفر. اذا هون فات لعندي صفر، اذا حيكون النون انفرتنج انبوت هيدا وصل له كهرباء فولتج اعلى 2.5، فاذا حيخرج لي هو تيار اعلى من عفوا فولتيه بعتقد 3.4، لانه هيدا الاوب امب تغذيته من جوا هو 3.4 فولت، هي حاطين زينر هون وزيرو من تحت، فاذا حيخرج لي 3.4،
يعني كأنه صار عندي على الكومبنسيشن 3.4 فولت، يعني صار عندي أعلى من 1.4 مثل ما حكينا بالأول، ولأنه صار عندي أعلى من 1.4 هون، فإذا رح يطفي حيبطل في عندي بالسز ظهرين. هيدا كل شيء حبيت أحكيه عن اليو سي 3845. إن شاء الله يا رب تكونوا فهمت علي وفدتكم بهذا الموضوع. يعطيكم العافية.